ابونا لاحظت وانا داخله انه الباب صغير جدا، يعني لازم ننحني لدخول الباب. نعم الضيق. نعم صحيح. لماذا بني كذلك؟ الباب فعليا هو بني، البناء الاول هو وقت ما بنى الامبراطور جوستينيانوس كان الباب كبير جدا، ولكن في الفتره الصليبيه صغروا الباب، صار على الثاني حقبه اللي هي كان على شكل مقوس قوس، ولكن في الفتره العثمانيه عملوه صغير، والسبب يعود إلى تصغير الباب هو فعلا للدخول، كانت الناس تدخل للكنيسة بالجمال وبالحمير وبالحصن وبالحيوانات، فقالوا أنه هذا فعلا مكان مقدس، لازم لما الإنسان يدخل له يدخل باحترام بتواضع، فسموه باب التواضع، لما الإنسان بنزل أو بدخل لهذا المكان بنحني بتواضع لمكان ميلاد السيد المسيح، لأنه كملك عظيم ولد في مغارة فقيرة متواضعة جدا، يعني بيعلمنا كيف نكون متواضعين، كيف يعلمنا كيف فعلا المحبة الحقيقية اللي بتيجي. فهي في وقت العثمانيين تم بناء وتصغير الباب.